من هذا المسجد نسلم عليكم ونقول لكم مساكم الله بالخير وغفر الله لنا ولكم جميعا. الإدارة الدينية لمسلمي أجرستان، هذا محل الوضوء، هنا محل الصلاة. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، احنا اليوم صلينا في هذا المسجد في جورجيا 19 مارس 2019. هو مسجد وهو تحفة صراحة، الحمد لله رب العالمين. لا الله بلغني أزور هالمحلات الطاهرة المقدسة. الحمد لله الحمد لله، رويتني هالمساجد على حول العالم. مسجد باتيمة الوحيد ترفيه المنطقة هذه.